السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم تربية الكتاكيت والسمان، ومرحبا بكم عند الأخ تدريس. غادي نكتشفوا جميع مجموعة ديال السلالات البياضة واللاحمة، وأولها هي سلالة الجيرسي الغنية عن التعريف، اللي كيوصل الوزن ديالها حتى 7 كيلو إذا لقات العناية الفائقة. هذا هو ذكر الجيرسي، يعني بعض الشيء. وايضا غنشاركوا معكم دجاج السوسيكس ارمين، وايضا غني عن التعريف معروف باللحم والبيض. كما كتشوفوا كنجمعوا البيض حاليا، هذا هو مكان تكيوت فيه البيض. وهنا كنجيو للسلاله اللي كتعجبني بزاف، وهي سلاله الاوستراليوب. الاوستراليوب هي ايضا لاحمه و بيضة. انا اللي جمعت البيض هذا النهار هذا، والحمد لله يعني عنده 10 ديال الإناث، عطاو 10 ديال البيضات، اللهم بارك. وهنا ايضا دجاج الاندلسي، دجاج بياض وغير لحم، يعني ما كيوزنش بزاف. وعندنا هنايا دجاج الرود ايسلاند، عنده ذكر وانثى، خديتهم من عنده اليوم. صراحه عجبني اللون ديالهم وكيوزنوا. الانثى اللي شديتها باش انني نديرها في الكرتونه، ما شاء الله اللهم بارك. لحم وبيض كذلك. وهنا ناتي الى دجاج الفيومي المشهور في المغرب، دجاج فيومي الذهبي، هو بياض لكن غير لحم، ما كيعطيش اللحم. هذا هو الاشكال اللي كاين، ومعروف ايضا بالمناعه ديالو، عنده مناعه قويه اللهم بارك. كما كتلاحظوا كيبيضوا في الـ في الـ في الوكاله ديال العلف، اللهم بارك. الله يسخر ليه في السلعه ديالو، عنده سلعه نقيه ولوكال ما شاء الله، مقد لهم البلاصه مزيان. كل حاجه بوحديتها، كل حاجه عندها مسرح صغير فين كتخرج تشمش. صراحه داك الشيء نقي اللهم بارك. انتما كما كتشوفوا كل شيء عنده نقي اللهم بارك. والله يسخر ليه في السلعه ديالو. هذه هي الولاعه، صراحه هذه هي الولاعه ما شاء الله. هنا يأتي نهاية الفيديو، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.